فالحاصل الحاصل الإخوة لابد أن يعلموا أن جناب التوحيد عظيم، وعلى الناس جميعا أن يهبوا من أجل جناب التوحيد. وافعلوا ما شئتم بقى معي، في النهاية الحفاظ على جناب التوحيد مستمر. مات الرجل سيحيي الله 1000 رجل يحافظ على جناب التوحيد. باب حسنات فقط، ده باب حسنات وشهرة ببلاش، ده خلاص بحديث المدينة، فهم جاء مسألة ببلاش، افعلوا ما شئتوا. وبعدين الناس بقى بعد كده العقلاء يقولون طب الله، طب قولوا لنا الراجل ده كان بيقول الأول الكلمة اللي قالها دي جابها ليه، طب ليه قال، فيسمع يرى أن المسألة كانت في باب مخادعة الله. كيف أكون مخادع لله؟ لا، كل عالم يقول بأنني أخادع الله وما ذهبوا كده أن أنا أخادع الله، أقول العالم في ذلك إيه؟ قد أخطأ العالم في هذا القول، وجناب الله يبقى على جناب الله جل في علاه. ده كل إنسان عاقل يفهم ذلك على السياق، لكنه يقول تلطف في العبارة، يتكلم بكلام غير ذلك. ده صحيح، عندهم حق في ذلك، لكن المسألة مسألة إيه؟ سياق التوحيد. المسألة في التوحيد إخوتي الكرام، المسألة ليست في شيء غير في التوحيد. ولذلك المسألة نصرة للنفس بحال من الأحوال، المسألة نصرة لتوحيد الله جل في علاه. احنا نقول قولا واحدا بحق، سترون 1000 رجل يدافع عن توحيد الله جل في علاه. أنتم يا قبورية، الله تعالى كتب عليكم الهلاك، كتب عليكم الهلاك، أنتم أصلا في قبورياتكم هلكة هلكة، والأمر ليس بالهين. نسمع كلام إبراهيم، على إبراهيم طبعا اسمه اسم النبي، بيقول توحيد ايه يا جاهل، هل انت نبي عشان تتكلم بالتوحيد؟ بس اهو ده ما حدش يتكلم معاه، اهو دخل اهو ده طالع من القبر وجاي علينا، التراب لسه في وشه الان، قال ولا يتبعك الا الرويبده، هم الرويبده الذين يتبعونك. توحيد ايه ونف ايه؟ ما بفيش، ما حدش يتكلم بالتوحيد النبي بالله، اهو على اشكال هؤلاء عضوا عضوا منه، أو طالع لسه تراب القبر على وشه، لسه طالع من مقبرة تراب القبر على وجهه. فقلت توحيد يا جاهل، هو أنت نبي؟ يا أخي آيس الشيطان، الحديث حديثان، الحمد لله مستوعب اللي بيقولوه. الحديث قال ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم الدنيا تبسط عليكم. هذه الرواية الصحيحة التي جاءت عن السلام، ما الدنيا ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم. ولو قلنا بذلك، قال ما الشرك أخشى عليكم أنتم الصحابة، الشيطان لا يستطيع أن يوقعكم في الشرك، لأنه تمكن الإيمان من إيه؟ من غيركم سيقع، لقول النبي لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلص، اهو هيعبدوا الاصنام تاني. ده اسمه البكاء حقيقه. ها ما بقول لك ايه، المشكله كبيره جدا. لانه القوم يريدون التعلق باي شيء. صعب الحقيقه هو اللي قال لذلك، قلت له الحديث انساه دوس، بس وراه بيشوف دوس ورا ولا مش ورا، بيشوف زي خلاص قصدي ورا ولا مش ورا، فبس ورا ده موضوع ما فيش عنده شيء هيتكلم فيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، الناس في ناس ارتدت كتير، هو هذا فذلك ان القلوب هيمت، اهو في قلوب قامت، عشان كده بقول هبوا للحفاظ على التوحيد، مش على هذا الكلام، ولا نسكت ان شاء الله. ابراهيم الله يهديك يا ابراهيم، نفض تراب القبر من على وجهك وانزل على ركبتيك واجلس عندنا تتعلم التوحيد، لعل الله ينجيك به، لانه لا نجاة الا بالتوحيد. الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، ما فيش امن عند من يظلم في التوحيد، يشوب التوحيد بأي شرك لا أمن له، وكل وسائل الشرك لا أحكام الشرك. فالقاعدة الكبرى الأصولية عشان يتعلموا أصول أنهم جهلة، الوسائل لا أحكام المقاصد، وكل قاعدة كلية ليست كلية، كل قاعدة فقهية ليست إيش كلية، لا يعني لها استثناءات. فالغرض المقصود هنا وسيلة الشرك شرك، وسيلة الشرك شرك، أنتم تتخذونها بكل أسباب الشرك، ويقولون المسألة سببية. لا سببية يا حبيبي، تعرف السببية كل سبب لم يشرعه الله سببا، لانه سبب ليه؟ السبب ده سبب ليه؟ عشان افهمكم، كل سبب لم يشرعه الله سببا فهو ايه؟ شرك، بدعه. انا اقول السبب ده سبب ايه؟ سبب ليه يا محمد؟ لا، سبب لعباده، سبب لعباده، كل سبب العباده ايه؟ عباده، يبقى يحتاج لايه؟ لتوقيف بس. تعالى لي حبيبي الغوث، الغوث يا بدوي،
انت بتقول سببيه. قلت التماس الدعاء من الاموات سببيه، ماشي معاك انا. وش الدليل عليه؟ وش ده؟ لانه خلاص دي عباده مش عباده. اتينا بالدليل. فنحن نقول لك ونقلب عليك راس المجنه عشان تتعلم التوحيد يا جاهل في التوحيد، ان نقول لك كل سبب لم يشرعه الله سببا فهو شرك. قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. شوفوا حذيفه عندما وجد الخيط على الرجل، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه وقطعه، صح كده؟ وقطعه. الرجل كان يعتقد في الخيط، كان يعتقد فيه، ولما قطعه اتخذوا سببا لشفائه، صح؟ وده لم ياتي من الشرع او التجريب على انه سبب، لان انت عندك مجال تقول لي سبب بالتجريب بالتجربه. اقول لك تعالى لي حبيبي هات لي التجربه لمن قال الغوص الغوص يا بدوي، فطلع البدوي بس على راسه واعطاله. هاتوا بالله عليكم ويطلع. انا اصدقك الجن هيطلع. المساله عظيمه، انتم حقا انتبهوا. الامه لابد ان تنتبه، الامه يراد بها ان تهدم من قبل التوحيد. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ورضي الله عنه ما ارتفع سهمه وما جاء مبغضوه واعداؤه في ذلك الا انه رفع رايته التوحيد. قال لهم: اعجب من الناس يقولون فلان زنى يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وفلان ذبح للجن ولا احد يتحرك. استهان توحيد الله في القلب، استهانوا به. عشان كده الاخ ذكرني امبارح لما اتصل بي قال لي: انا حزين، اين عظمه الله في قلوب الناس؟ قلت: شوف جناب التوحيد لم يلتفتوا اليه، أهمية التوحيد لم يهتموا بها. وبعدين أخذوهم الدجال، خدهم فين؟ في مزارق أخرى، ونحن معهم. المزارق تسد، لأن إخواننا يفهمون سريعا بفضل الله، ونبلاء يريدون النصح في الله جل في علاه. أما هؤلاء يبقى كيدهم، الله يرد فين؟ إلى نحورهم. وبعدين جت عليهم إن شاء الله يوم الخميس: نحن أولى بالشافعي منكم، أنتم أشاعرة مرجئة جبرية، سنبين. إذا كان الشافعي أشعري والله أنا أشعري، إمام لو كان جبري والله أنا جبري، لو كان مرجئي أنا مرجئي أكون كذلك. سأبين لكم كيف كانت عقيدته النقية السلفية كما كانت عقيدة النبي سيد البشرية في رب البرية. وهذا يأتي أهجات عليكم إن شاء الله. هذه محاضرة تامة، نحن أولى بالشافع منكم، هنبين بقى اولى بالشافع منكم فقها بعد عقديه، بس عقديا اولى حبيبي بالعقيده اولا، لتتعلم كيف تكون شافعي حقا. وانت عمال تكذب على الناس: انا فلان الشافعي وانا فلان الشافعي. سنرى منك بقى الان انت شافعي حقا ها ام لا، لان شافعي اصول عقيدتي مدروسه ومعلومه بالاسانيد الصريحه الصحيحه اليه. فنرى الان من الاولى بالشافعي.